Tonight, a retail emergency. JCPenney filing for Chapter 11 bankruptcy, becoming the largest retail to fall victim to the coronavirus, following Neiman Marcus and J. Crew. The 118-year-old retailer has struggled with slowing sales for years. COVID has been basically a gift to Amazon, teaching people who weren't previously shopping online how to shop online and how to consume content over the top. So it's probably been a pretty good tailwind for their businesses, and they should be gaining share through this. ثلاثة مشاهد تختزل حركة التسوق في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. الخيط الرابط بينها فيروس دخل حياتنا هكذا فجأة وبلا مقدمات. أواخر تشرين الثاني نوفمبر 2019، كان الأمريكيون ومعهم الكثيرين حول العالم على موعد مع الجمعة السوداء أو بلاك فرايداي، يوم يتزامن مع عيد الشكر وفيه يطلق العنان لرغبات التسوق. لكن الملفت للنظر ووفقا لأدوبي أناليتكس هو حجم المبيعات عبر الإنترنت في ذلك اليوم، والذي بلغ 9.4 مليار دولار. أصبح التسوق الإلكتروني في السنوات الأخيرة يشكل تهديداً حقيقياً لشعبية الصيغة التقليدية للتسوق. لقد أنهى حياة علامات تجارية عتيقة كفيكتوريا سيكريت والسيرس، وأرى أن تنافسية الأسعار هي سبب نجاح التسوق عبر الإنترنت. جيز هانغ أعدت دراسة أكاديمية تقود إلى أن فيروس كورونا الذي أجبر العالم على الإغلاق التام لم يكن سوى الضربة القاضية للمراكز التجارية الضخمة في عموم الولايات المتحدة. فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من إغلاق وإفلاس وتسريح قام بتسريع هذه الأزمة فقط. هناك عوامل عديدة أخرى تراكمت في 30 سنة الأخيرة كانت أساس المشكلة. فقدت المولات بريقها نتيجة تغير حدث في بنية المجتمع.